دول هنعدهم ازاي دول؟ وتعدهم ليه يا مغفل؟ وبعدين واحدة ست زي دي جالها فلوس متلتلة من الهوا، يعني هيفرق معاها 5 مليون؟ ده احنا لسه بنسخن. لا بس انت اللهم صل على النبي عليك عاملة نفسك دكتورة آثار ايه ولا الدكتور زاهر حواس؟ وانت كمان والله يا عطا بسم الله ما شاء الله عامل دور ظابط زي القرف. مش فاهمة ايه ده، ظابط من سنة 54؟ ايه بدلة شكر سرحان في رد قلب اللي انت لابسها دي؟ طب انا اعمل ايه يا قبطانة؟ انا رحت لاسمه ايه ده كمال مرعي اللي بيأجر هدوم السيمة، قال لي بدلة الظابط ب 350 جنيه، قلت له معيش الا 250، قال لي دي تاخد بيها بدلة وشرب، قلت له لا هات دي وخلاص. يخرب بيتك، هتبوظ العملية عشان 100 جنيه فرق. كنت هتدفع الفرق انت يعني؟ ده انت معفن، وبعدين انت لابس قديم، بتتكلم قديم ليه؟ ما هو انا لما بلبس الملابس بتلبسني الشخصية. ده انا هلبسك الجزمة دي في وشك اقسم بالله. ولا اظبط يا تقعدش بقى تقول صدقيني ويا مادموزيل والكلام ده، احنا في 2018 يعني خلاص بقينا بنتكلم بالانجلش. ايه ده؟ الصوت ده مش غريب عليا، وده صوت عزمي. ايوه يا عم الحب، سامعة صوته في كل حتة. منين؟ ايه ده؟ ده الظابط، الظابط استخبى استخبى. هو فين الظابط ده؟ استنى عندك، استنى عندك، اقف مكانك. ايه ده؟ انت ايه يا ابني اللبس اللي انت لابسه دوت؟ انت مباحث ولا خفر سواحل ولا امن القريه؟ لا انا حرس الحدود. تضحك على ايه؟ ده احنا سكعناكوا ثلاثة الماتش اللي فات. ما تقفلش كده يا حظابط، انا بهرج معاك. على كده هتعرف محمد باشا صدناوي؟ طبعا، واعرف اسماعيل باشا عمر افندي. عمر افندي ممكن يبقى جديد في الاداره. على العموم قول لهم العقيد امهر باشا رمانه الميزان مباحث النصب والاحتيال واحتيال انقل. قبطانة يلا نسلم نفسنا. خلاص بقى، انت بتوشوش مين يا حظابط؟ ايه ده، هجرة غير شرعية وقبضت عليها؟ لا دي اخت حزلقوم. والله؟ هلو هلو، هاو ار يو، هاو دو يو دو؟ انا الدكتورة ايام السادات. ايه ده، اتكلم عربي. ايوه يا فندم، عالمة الجيولوجيا والاثار. يا سلام يا سلام، يا اهلا وسهلا، عالمة الجيولوجيا والاثار، اثار الحكيم.